رئيس وزارة الدولة الفدرالية الصومالي عمر عبد الرشيد وكسوغان مقالة قروة أيها وحا الله قبطي كلان سؤال ويدينا سيدوار كان قروة ينقصو دروري عين الجامعة دبراني حرونتا نبدا هرمرينتا يعلم باريستا يبنت الان بي دي ار سي ايا وحلقو قبطي كل سؤال اللقو ويدينا يا رئيس وزارة الصومالي عمر عبد الرشيد علي شرماكي كونك وحا صوت يا رسي دلدا اي كومي دي سيهن ارادة ان دولي هين اي بنت الان اللو يقال نبونسا سينا بسماعيل تيم بيو اه قدوم يكو حيجين كابونسا ايا كاشا كيسي وچيت كاي كونك نسو اباب ليل برشاد ماشان سيكتن هو برشاد الرايد كي بنت الان ولوسو دابير بنت الان اكستي لان خريس اه وحينا كاكا وان تهي شانسا كترو واوي او اه قنع ستو نبادونا ورادة برشادة ميديها هي بروفيشنالكا او اه شامعة هي ضفت بروفيشنالكا وانستويشن بس كنو عاصو خلا واحد عرفتها اينا يتهي نمان انستويشن الذي اما ضوابه مدليه كوبا هي برشادة قيبه هي دكلا ديوان او مدان الا رات الشادة انا جعلان لهي إلى مرق بدن وهره إن أنا كأرجنا هو أنا كم كلنا إن جوف صدنا وكلا حصي شما إسم بعين إن وبرشة مظن ما دام برشة ده أنت هذا بدن أين نقول هاي إن ما تقلنا أكسس أو مريك وجرد إن سياسيين تهو جامن إياه وحيك هاي برشة ده هاي تكو ماشي مو سهل يسي إن كهران حفته إن جو آمضة ثلاثة وقدر صدام إن مر بالبسوع عشوا ما دامي مثلي يوم شب اللارن. أنت أسيك دي واحد بالشدة كورن كسر قيب قش الله الله يجري الوزارة عمر عبد الرشيد علي شرماكي وحنا أي دوينو هي هل كان كقيب قلا أي بلعبين إن سؤال أي وديان سؤال حيا أنت وده بدن وحي الحريرين أرمها الدور شو ينك يا أرمها مرك بدل الحريرة. محا هذا كسر اللوكي ما بقبل تاسو هذا القيب تدي كتا كتا سوريا سراك ومرة كتا عني هاي سوريا سراك 4.5 كي كنت تقول راح اللي بعد أبو في سواح الموسى دي واتي ملك أنا بو تشري عن ذلك لو في ثلاثة صباح فقالت واتي دلك دور شوي قلو وصل إلى تقال ودرون درون درون في لغة الكراست إيو فكان أحا ما دغاندي لما حسابو سنسسكا كونستيتوسي باوندريس واحد حق ان لغا دورتو حنا واخ ما قيحنا حديد الى الكرو حنا لغا دورتو كرو لما ستوا هو سوانس اي مثال ديش دينا ديستريكت كرو وسوج هذا ما حياس سنجيرين ايا وحا او ارغني ان اقل خوصنا عن طريق دينو كل سنه دغان خدم الله كان مصر يدور بلدان الجنات عمر عبد الرشيد رئيس الوزراء هدي كبو ليست شرح لماذا مدحوين لما المحاكاة قرشيسا عيد مدى جنبي غايو صومالي جوغا محاكاة قرشيسا عيد مدى صوماليا حتى قد بلوذين قاكو إني هول قلين إن قد قوغلا دعوذن يدلقوا من كف لسان عيد مدى صوماليا وحوكن أبا أنت أخذت من دوء بيخ وحقا إلا بسي ورد الله مرخص تاع ملك هسين انا تاع سعيد الشيري سكول تاع اختك شو حقا تاع خير عيد الستيس سيرو سياسه تاع عيد هي سياسه تاع امن لو هو قال لي دار تحديد واش عيد الستيس هو بروسيس وصلت لكن تنطبع اساس كاع حوي سكول تاع اختك شو خاصه سياسه ان دور دحين دور بولدتي وانا كفر استاد اي فيش شعب الصوماليات waxay rumaysan yihiin dowladda soo timaada ila kamid gaar ah oo hadda laga baxay in ay ka amad qaadato dowladda kale sida Ethiopia iyo Kenya ay dadka si gaar ah u muujiso marka su'aashan ku wajiyay qabaye hadii aad ku guuleysatid xilka madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya oo lagu dhawaaqo inaad tahay madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya arrimahaasi shacabka Soomaaliya oo soo xusay runtii xanuunka ku noqday oo maalin walba la leeyahay madaxweynihii Itoobiya looga yeeray Kenya looga yeeray aan ognahay dhulkii ay nagu haystaan baddii hadda ay sidoo kale nagu haystaan mudan ra-iisul wasaare xanuunkaasi ma noqonaynaa kuwa ka gudba arrinta uu ku shaqeeyay Itoobiya iyo Kenya shaqada iyo qofba ama qofka qaata loo helatahay anaa dhulka la haystaa hadaan meel kale ka qaadin hadaan
مرت الدولة سوى حقس دولك راح نهز دولك نوطن شخصية نوطن وأنا تي إلى خبودين عنا إحنا بيرجع أنا وحلا تي هنا فرد القفيل فرد القفيل إحنا نعسير له كل سنة ده ده يسأس قصامه ده كان ده أسلوب معين أفضل إنه ما شخص ما هو عيال ماله لكن ما كان قاعد أصلنا قلوا قلوا شو قاعد يصير Soomaaliya ayaa isu diyaarinaysa inay ka dhacdo muddo 37 cisho gudaha doorasho dadban oo ku cusub dadka taas ayaa keenaysa in bulshada qaybaha kala duwan oo ay ku jiraan dadka sharaxan iyo kuwa xiriirka la leh siyaasadda ay u baahan yihiin inay mar walba helaan fursado ay su'aalo ku weydiiyaan mas'uuliyiinta Jaamacadda Barani Soomaali Cable TV Garoowe